هذه 5 أسابيع وحنا متبعين مسار مقاولات البرنامج. كاين اللي حالفوا من الحظ والمستثمرين تاقوا فيهم، وكاين للمرور ديالهم في دوزام قدامكم غادي يغير حياتهم. نهار 3 غيبقى غير 4 شركات ناشئه اللي غيحاولوا يقنعوا المستثمرين اللي هما 5 من رواد الاقتصاد المغربي والمعروفين عالميا باش يستمروا في مشروعهم. حنا ما تنوقفوش، كنخدموا ليل ونهار، وانا مستعد نسمع النصائح. قليل عندهم هذا البوتنسيال، طلب كاين، غنحاولوا نشوفوا لمن غنبيعوا. 12 مليار ديال الدرهم، العرض اللي كاين ماشي تال تما، كيخدموا ورقه وسيلو. الشركه ديالك كتسول فلوس بزاف من بعد، فعلا داكشي اللي غادي تجيبوا لنا كبر بزاف يمكن من داكشي اللي كنحلموا به، ولكن مازال ما استوعبناش هذه المساله هذه. البرايم الاخير من برنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي، نهار 3 حصريا على قناه دوزام. اكتشفوا مبادرات إنوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع inov.inui.ma. إنوي معكم كل يوم.